في حاجة. انت كان نفسك ايه تبقى يعني ممثل؟ يعني تسيب موضوع الغنى ده؟ ولا يعني لا، يعني بتقولي انا ما بيجيليش حاجة دلوقتي على انه مسلسلات، مع ان انا ما كنتش حاسة ان انت الهدف بتاعك انك تبقى ممثل ولا يعني. الهدف بتاعي ممثل، ولا الهدف بتاعي اعوض امي او اخواتي او كلهم على الحرمان اللي احنا كنا فيه. بس فلوس يعني. بس فلوس، وعايز ربنا يكرمني يبقى معايا مثلا مش 30 جنيه، مبلغ معين وطلق وخلاص. المسلسل طبعا مبلغه اكتر من الافراح القطاعي دي. اه طبعا، وانا عايز كل يعني فضل ربنا. انا الناس تقول سعد راح سعد، انا لو معايا مبلغ كويس في البنك انا مش هشتغل. اشتغل ليه؟ خلاص وانا بقى. كمان والله والله العظيم الناس بقى، والله العظيم الناس واخده كمان. فكره غلط حضرتك. لو انا معايا فلوس كتير مش هشتغل انا عامل يعني. لو معايا فلوس تامن ولادي عامل مش شارع هشتغل. الهرم 18 مليون، جايب 18 مليون ما خدتش جنيه. يعني ناس مفكر انا لو والله العظيم ثلاثه هتكلم مع اختي المتصل. ليه؟ طب ما في فنانين بيموتوا وهم معهمش ثمن العلاج. انا لو معايا 6 مليون جنيه انا هبطل الشغلانه دي. يعني انت بعد كل الشغل ده معكش 6 مليون والله جنيه؟ العظيم ما معايا 6 مليون. ده في فنانين بتاخد 30 مليون في المسلسل و35 مليون. والله العظيم يا رب احصل امي، انا ما معايا 6 مليون جنيه. ما هو الناس اللي هتشوفنا دلوقتي يقول لك مفتري 6 مليون جنيه، ده مفيش حد معاه. في ناس معهاش 600 جنيه. معلش هقول له معلش، ما انا ما كنتش لاقي اكل، بس خلاص خدت على اني خلاص بقى دلوقتي عندي مدرسه كذا وعندي اتفتحت يعني. اه اتفتحت. لكن لو انا ساعه الصغير اللي ما كنتش لاقي اكل هقول بس انا لو معايا 100,000 جنيه رضا قوي قوي. انت قصدك ان التزاماتك كترت؟ اه. او عيشتك بقت خدت مستوى تاني؟ مستوى تاني. فانت عايز تفضل محافظ عليه. بس لو ساعة صغير بتاع زمان ده 100,000 جنيه، ده انا ياه ده موضوع تاني، مش 6 مليون.